الكلام كما رأيت على فم. لغة الكلام كما رأيت على فم. خجلا ولولا حب محمد لم أتكلم يا مظهر التوحيد حسبي أنني أحد الشداة الهائمين الحوم. ما حيلة الشعراء زاد غناؤهم رغبا لدى هذا الجمال الأعظم. ما حيلة الشعراء زاد غناؤهم رهبا لدى هذا الجمال الأعظم. إن الذي سواك في قرآنه حلاك وصفا بالثناء الأعظم وعلى هدى الأسماء محمد لله فيه سرائر لم تعلم طوعا لأحكام القضاء خطى على الثرى خطوى اليتيم المعدم متجردا من كل جاهل ظاهر وبغير جاهل الله لم يستعصم حتى اصطفته خديجة وهي التي عزت على كم ثري مغرم صلى عليه الله وهو في حجرنا يشكو لها مما يخاف ويحتمي. هات الدار هات الدار خديجة ذكريني ذكريني إني أكاد على ذقوني أرتمي فتضم وهي النظرات مكرمة وتقول نار تجزع بربك واسلمي. من كان مثلك لا يخاف وهذه بشرى لنوم فلا يبي على فمي. وتوالت بشرى الهواتف بالصلاة على رسول الله عطر الله آهم برعونه شريف فبالبكرة والعشية والعشية بأزكى صلاة اللهم صل وسلم وبارك عليه يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمد يا إمام الرسل يا
عذاب الله ما تمني يا إمام الروح يا سندي أنت باب الله ما تمني ففي دنيا وآخرتي يا رسول يا رسول الله خذ بيدي يا عبد الله يا املي يا ملاذ الخائفين وجل نظرة يا كرام الرسل وبغيث أقدم يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله ما تمني ففي دنيا وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي أنت سر الكون سيده روح مولاه أوحد وعدكم مرتاد يكون يده سجدا يا صاحبا سجدوا يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي أيها المشتاق لا تنمي هذه أدوار دي سلامي عن قريب لحظة في الحرم قرب خير العرب والعجم أيها المشتاق لا تنمي هذه أنوار ذي سلم عن قريب النهضة في الحرم قرب خير العرب إن تذكرنا أحيم فتنا وأهلنا ومرشدنا إن تذكرنا أحيم فتنا وأهلنا ومرشدنا أجاب الله دعوتنا فعم الكل من نعم ويا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله ما تمني ففي دنيا رسول الله خذ بيدي وصلاة الله لم تزلي زكاة الدى ما دعاك ولي مع تسليم من الأزل كنت تمجيدا إلى الأبد ويا إبادة
الروح.